ان ما كانش فيه مؤشرات عند مصر بتقول انها ستخل بهذه الالتزامات، وكلمه المستشار عدلي منصور منذ قليل ان مصر ملتزمه باتفاقها للسلام مع اسرائيل طالما كان الطرف الاخر ملتزم بهذه المساله. لكن ايضا هيجل اشار في تصريحاته، يعني لازم كده ينغزونا كل شويه، قال لك ان احنا ما عندناش، والولايات المتحده، يتحدث عن الولايات المتحده، ما يؤكد ان مصر قادره على أن تتخذ خطوات لدعم تحول ديمقراطي حقيقي في مصر. يعني هيجل من الأطراف الأمريكية اللي كانت دائمة التواصل مع المشير عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع، لكنه النهاردة بيقول أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حاجة إلى تأكيدات من مصر لمسألة المسار الديمقراطي. أعتقد أن الانتخابات الرئاسية القادمة ونزاهة وشفافية هذه الانتخابات ستكون رسالة واضحة للولايات المتحدة وغيرها على عزم مصر على السير في الطريق الديمقراطي. التحول في الموقف الأمريكي ده اللي هنناقشه مع السيد فريدي البياضي. مساء الخير يا فندم. أستاذ فريدي مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. عارفة أن كان في نشاط لحضرتك ولوزير الداخلية في الالتقاء ببعض أعضاء الكونجرس الأمريكي، إيه اللي كان بيدور في هذا اللقاء؟ أول حاجة كان لقاء بالأمس مع أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي الداعمين لموقف مصر، وهو كان طلب لقاء السيد الوزير، واللقاء كان يعني استمر أكثر من ساعة. الحقيقة عبر فيه عضو الكونجرس عن دعمه الكامل لموقف مصر ودعمه لدور الشرطة المصرية في حربها ضد الإرهاب، وقال كده انه لازم تعرفوا انه مش كل الكونجرس الامريكي ولا كل امريكا ضد موقف مصر، حتى لو بدا انه البيت الابيض له بعض المواقف المتشدده ضد مصر، لكن الكونجرس فيه غالبيه من الاعضاء الرافضين لهذا الموقف والداعمين لموقف مصر، وهو هذا العضو تحديدا كتب من قبل خطاب شديد اللهجه لجون كيري يطالب فيه برفع حظر المعونات عن مصر، وقال انه امن مصر هو من امن امريكا وسلام مصر من سلام امريكا، واذا خسرت مصر في حربها ضد الارهاب ستكون هناك خساره كبيره جدا للولايات المتحده الامريكيه. وده يفسر الدعم الامريكي لمصر في مجال الاسلحه، يعني صفقه الطائرات الاباتشي اتقال ان هي في اطار دعم الولايات المتحده لمصر في حربها ضد الارهاب. طبعا ده جزء مهم جدا، وواضح ان هناك تراجع في الموقف الامريكي، لكن هم ما يقدروش يتراجعوا مره واحده يعني 180 درجه، لكن بيبتدوا يتراجعوا تراجع جزئي، واعتقد ده يعني راجع لاكثر من سبب. جزء منه هو ضغوط الكونجرس الامريكي على الاداره الامريكيه وعلى الخارجيه الامريكيه، جزء اخر يتعلق بالوضع داخل مصر باستمرارنا في الاستحقاقات الديمقراطيه، خطوات خارطة الطريق، الدستور الذي تم الاستفتاء عليه بنجاح، العملية الانتخابات الرئاسية المتوقع أنها تبدو أنها ستكون العملية ناجحة وسيكون هناك شفافية وهناك ترحيب بالرقابة الدولية على عملية الانتخابات، أيضا الإرهاب اللي مصر تتعرض ليه والعمليات الإرهابية اللي تكاد تكون كل يوم واضحة قدام العالم كله. وضعت إدارة أوباما في موقف صعب، يعني أكدت أن هناك إرهابا حقيقيا تواجهه الدولة المصرية، وبالتالي لابد من اتخاذ مواقف مختلفة. بالظبط، والإرهاب مش هيكون في مصر بس، الإرهاب اللي لم يتم السيطرة عليه في مصر سيطال الولايات المتحدة وسيطال حلفاء الولايات المتحدة، فأي شخص يعني يهمه مصلحة أمريكا الأول قبل مصلحة مصر لازم يتعاون مع مصر، لأنه هناك إدراك من الأمريكان لأهمية مصر في المنطقة وأهمية أن تكون مصر دولة قوية وتكون على علاقة صداقة بأمريكا، وإحنا عمرنا ما أظهرنا عداء للولايات المتحدة، من زمان هناك علاقات قوية مع الولايات المتحدة وهناك صداقة. أيضا يعني هناك عامل آخر أدى إلى تراجع الولايات المتحدة هو العلاقات الدولية مع روسيا، وهذه يمكن ذكرت في صفقة الطائرات الميج 35 وتقارب مصر مع روسيا وضغوط الدول الخليج السعودية والكويت والإمارات على الولايات المتحدة، كل هذه الأمور أدت إلى إعادة فكر الولايات المتحدة مرة أخرى وإدراكهم أنهم كانوا الآن يراهنون على حصان خاسر، ولابد من مراجعة حساباتهم مرة أخرى واستعادة علاقتها مع مصر. وضحت الفكرة أستاذ فريدي البياضي عضو البرلمان السابق والناشط الحقوقي، شكرا يا فندم لمشاركة حضرتك معنا.